هم وهكذا. فسؤالي لك أنت شخصيا، يعني كيف نعين المسلمين في سوريا وتركيا في مثل هذه الأحداث؟ ما هي الطريقة؟ شوف يا أخو مصطفى، مثل هذه الأحداث يحدث فيها استدعاء لعبادات غائبة. هناك عبادات وقربات تكون غائبة عن حياة المسلمين. من بركات هذه الأحداث، وليس بالضرورة يعني أن يكون هذا مدحا لها، لكن لكل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى حكمة. فمن الحكم التي تبدر أو تظهر لنا في مثل هذه الأحداث هي استحداث عبادات أو حالة الاستنفار التي تحدث عند المسلمين لعبادات غائبة، منها عبادة المعونة، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عندما يستدعي المسلم هذه النصوص بلا شك يتعامل تلقائيا. يعني هناك الذين يتلكؤون والذين ينتظرون من يحملهم حملا على المساعدة ومد يد العون، وهناك من ينطلق كالسهم لا ينتظر سؤالا ولا ينتظر يعني حتى إرشادا أو توجيها من أحد، هو يبحث. عالم الإنترنت الآن عالم فسيح جدا. أقول له لا ينبغي أن يعني تتسرع حتى تزل قدمك في اتجاهات غير مأمونة أو غير موثوقة، لكن أسلك السبيل العام. هناك منظمات كبيرة ومنظمات معروفة ومنظمات مشهورة تستطيع من خلال البحث على الإنترنت أن تصل إليها وأن تسير في ركابها إن كنت تريد أن تقدم مساعدة مالية أو مساعدة عينية أو غير ذلك من المساعدات. وإلا فهناك من سافر بنفسه. يعني أنا أعرف شبابا هنا يقيمون في اسطنبول، وبيننا وبين هذه المناطق المنكوبة ما يزيد عن 1000 كيلومتر، مباشرة انطلقوا إلى هناك. الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا يرفع حجرا، ربما يكون هذا الحجر فوق رأس أحد من المسلمين فيحيي به نفسا كانت يعني على وشك الموت. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هناك من يحسنون المساعدة وعندهم خبرات في هذا الإطار، هناك الأطباء وأجهزة التمريض والمساعدة، هناك كثيرون عندهم شهادات وعندهم خبرات في هذا المضمار. عليهم أن يتحركوا مباشرة بأجسادهم. وهناك أصحاب الأموال، أصحاب الأموال ينبغي أن يبذلوا كل ما يستطيعون. المصاب جلل يا أخي مصطفى، صحيح. يعني الذي يعلن أقل بكثير من الحقيقة، ليس لأنهم يخفونها ولكن لأنهم إلى الآن لا يعلمونها. تحت الأنقاض يعني أعداد ضخمة جدا من الأجساد التي يعني أمر عجيب. منذ قليل رأيت امرأة ولدت تحت الأنقاض، والحمد لله خرجت وولدها أحياء. يعني ما شاء الله. سبحان الله، تجد وفي سوريا للأسف الشديد، في سوريا امرأة ولدت تحت الأنقاض ولكن للأسف الشديد توفيت، ويعني ابنها طلع سليم. الأمر في سوريا أنا أقول هذا صراحة أشد من الأمر في تركيا. الأمر في تركيا هناك دولة وهناك يعني أجهزة معدة لمثل هذه الكوارث وتعمل على قدم وساق. لا أقول أنهم ليسوا محتاجين، بالعكس محتاجون. نعم، يعني كل الـ 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 الأطراف محتاجة في هذا الوقت، لكن الموازنة، الطاقات والجهود ينبغي أن تصب أكثر في الجانب الأضعف، الجانب صحيح. الذي يعني قد نقول غير منظم التعامل فيه، يأخذ الشكل الفوضوي أو العشوائي أكثر. فهنا يبرز دور أصحاب الخبرة ويبرز دور أصحاب القدرة المادية.
وأقل شيء، أقل شيء يا أخ مصطفى التبرع بالدم. يعني أتكلم عن مساعدة مالية، أتكلم عن مساعدة عينية سواء بالبطاطين أو بالغذاء أو بالدفايات أو حتى كيف الفحم أو كيف الخشب الذي كيف يا شيخ تحرق مصطفى به. لمن هم خارج لداخل تركيا نعلم يعلمون كيف يذهبون، لكن لو في ناس الآن مثلا في الجزائر في مصر في دول أخرى كيف يعني؟ أنا بسألك لأنه بصراحة يعني يمكن أنا تكلمت معك قبل البث لا نعرف يعني أين نتجه، الواحد يخاف أنه يضع أمواله في عند أناس غير مأمونين وكذا، ما هي الطريقة السهلة للوصول يعني لمن ربما هو الأفضل يعني؟ شوف أنا يعني أعلم أن المنظمات الكبرى لها فروع في كل الدول. إذا استطاع أهل كل مدينة أو أهل كل قرية أو أهل كل دولة أن يجتمعوا مع بعضهم ويحصروا ما يمكنهم إرساله، هذه الهيئات وهذه المنظمات هي التي ستبحث عنهم. يعني نحن في البداية نبحث عن الهيئات والمنظمات، لكن إذا أنا مثلا أنا وأصدقائي ومعارفي ومحيطي جمعنا ملء هذه الغرفة مساعدات، ثم كتبت أنا على السوشيال ميديا يا جماعة الخير عندنا مساعدات كذا نريد أن نوصلها، ستجد هذه المنظمات والهيئات الكبرى، أنا لا أريد أن أذكر أسماء حتى لا يكون فيها دعاية لأحد وحتى لا نتحمل أي خطأ من أي أحد يعني، نعم، يعني هذا أنا لا أحبه لكن اللي عموما، يبحث لكن هيجد، الذي يبحث سيجد كثير. سيجد بكثافة. يعني أنا أفتح أي وسيلة من وسائل التواصل هذه الأيام أجد يعني جمعيات ومؤسسات ومنظمات وكلها موثوقة يعني التي ظهرت أمامي لأنها كبيرة معروفة جدا ودورها. ما عدا تلك التابعة للأمم المتحدة وهذه الخرابيط اللي بيستغلون طبعا طبعا لا المساعدات تذهب لأجندات لمثل خاصة. هذه نعم، وهناك لكن في جمعيات مؤسسات وهيئات تركية تعلن في مؤسسات تركية كبرى مشهورة معروفة لها نشاط في كل مكان. أذكر على سبيل المثال منظمة الإيهاها أو الآي اتش اتش منظمة الإغاثة العالمية، هذه نعم منظمة كبيرة جدا ليست فقط في تركيا بل في أكثر من 80 نعم دولة على مستوى العالم، ومقرها الرئيسي تركيا، وهي في الحقيقة من المؤسسات التي قامت بدور كبير جدا لمساعدة السوريين وما زالت، وأنا أعرف كثيرا من الشباب العامل فيها المتطوع على المساعدات التي يقدمونها للجانب السوري، وهذا أنا أذكره على سبيل المثال. اي اتش اتش لكن اي الذي اتش اتش اي لو انا اي كتبت اتش في جوجل. تقال بالتركي إيهاها إيهاها يعني، نعم لكن طيب بالإنجليزي اي اللي عليها نقطة واتش اتش تكتب تمام هكذا تمام تمام. وطبعا مؤسسة قطر الخيرية أنا أيضا يعني عرفت أنها يعني بدأت عملا نعم كبيرا وجهدا وفي كبيرا في من هذا الكويت الإصرار. كمان انطلقت مؤسسات من الكويت من أسماء كثيرة يعني الحمد لله نعم، الأمة ومن الإمارات ومن هذه من غيرها، يعني لا شأن لنا بحكام هذه الدول، لكن هذه المنظمات والشعوب التي تعيش في هذه الدول شعوب مسلمة ولها فضل ولها يد ولا بد أن نشكر لها نعم هذا. نعم فالمسلم حتى لو يتواصل مع جمعية هو يثق في أصحابها، الجمعيات الصغيرة تقوم بالجمع وترسل للجمعيات الكبيرة، هذا أعرفه يعني، وترسل للجمعيات الكبيرة. الآن هنا في مطار اسطنبول يقومون بعمليات فرز داخل المطار، داخل المطار يقومون بعمليات فرز سواء للأشخاص أو للتبرعات التي ترسل. كل المستشفيات تستقبل الذين يريدون التبرع بالدم، هناك سيارات إسعاف تدور في الأحياء والمناطق للتبرع بالدم. الموجودين خارج تركيا يمكنهم أن يساهموا بالمال، لكن يعني أنصحهم أي جمعية تكون موثوقة يرسلوا على الحساب تكون البيانات كلها واضحة، لأن أحيانا يتم الكتابة أو محاولة الإرسال وبعد عدة أيام يأتيك الرد بالرفض لأنك نسيت مثلا معلومة لا نعم تراها مهمة، اسم المدينة أو السويفت كود أو اسم البنك كتبته بطريقة خاطئة أو كذا، فبعد عدة أيام يأتيك الرد وتكون قد تأخرت بأن الحوالة أو التبرع لم يقبل. نعم أقصد أن المسلم الذي يرغب في المبادرة عليه فعلا أن يجتهد وأن يتعب حتى يوصل المساعدة لمستحقها. يعني أنا قلت في البداية من يسافر بنفسه، وكل من يستطيع أن يسافر بنفسه وأن يجمع من إخوانه وأصدقائه ويذهب ليقدم كما كانوا يفعلون في بداية الحالة السورية عليه أن يفعل هذا، والذي لا يستطيع عليه أن يبحث عن
الوسيلة السهلة المأمونة الموثوقة كي تصل صدقته أو تصل معونته إلى مكانها الصحيح. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين جميعا ما يبذلونه في هذا الإطار. جزاك الله خيرا، وسأفتح الآن الباب للاتصال إن شاء الله.